ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار للحديث عن أسعار العملات وتطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. بداية، يعني هذه هي الجلسة الختامية لهذا الشهر، كيف تصف بشكل مبدئي أداء مؤشر الدولار منذ بداية تعاملات هذا الشهر في ظل الظروف والبيانات الاقتصادية التي طرأت خلال تعاملات هذا الشهر؟ نهاركم سعيد. بالفعل الدولار الأمريكي شهد ارتفاع على مدى هذا الشهر، بل أستطيع أن أقول بأننا اليوم في نهاية نصف السنة الأولى والذي شهد فيها الدولار ارتفاع ملموس بلغت نسبته 9.7% مقابل سلة من العملات الرئيسية. ارتفع الدولار الأمريكي بشكل أساسي مرافقا لارتفاع عوائد السندات الأمريكية من مستويات 1.5% نهاية العام الماضي إلى مستويات أعلى من 3% مع نهاية النصف الأول من هذه السنة هذا اليوم. هذا الارتفاع الكبير في عوائد السندات أيضا رافقه ارتفاع كبير في معدل الفائدة في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من مستوى 0% إلى مستوى 1.5%. هذا الارتفاع الكبير بالفائدة تسبب بارتفاع في الدولار الأمريكي، إلى جانب أن الدولار الأمريكي هذا الشهر استفاد من طلبه كملات آمن وعملة تصفية في المراكز المالية، والذي ترافق مع انخفاض في أسواق الأسهم الأمريكية والتي انخفض منها مؤشر ستاندرد أند بورز على مدى نصف السنة الأول بنحو 21%. كل هذه الظروف صبت في صالح الدولار الأمريكي، خصوصا الارتفاع الذي شاهدناه على مدى هذا الأسبوع والذي جاء بعد تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم أمس التي أكد فيها بأن الهدف الرئيسي للفيدرالي الأمريكي هو السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة من خلال تجديد السياسة النقدية والمزيد من الرفع في معدلات الفائدة. نعم سركيس، أنت تحدثت عن الملاذات الآمنة، إذا ما رأينا أداء الين الياباني في حالة من التراجع بشكل ملفت أمام الدولار وأيضا الفرنك السويسري مقابل اليورو، هنالك حالة من التباين، ما هذا يعني ما أسباب هذا التباين في أسواق الملاذات الآمنة؟ الين الياباني شهد انخفاض يقارب 19% خلال النصف الأول من هذه السنة، وكان أحد العملات الأكثر خسارة أمام الدولار الأمريكي. رغم أن الين الياباني يعتبر في العادة عملة ملاذ آمن وتصفية مراكز مالية، لكن سياسات بنك اليابان المركزي تسببت في انخفاض الين الياباني. لامس الين الياباني خلال تداولات جلسة يوم أمس مستوى 137 ين للدولار الأمريكي الواحد، وهي أدنى مستويات للين الياباني منذ عام 1998. كل هذا يدل بأن الاقتصاد الياباني في حالة تتطلب من البنك الاستمرار في تحديث الاقتصاد، خصوصا هذا اليوم صدرت أمامي بيانات اقتصادية أظهرت انكماش غير متوقع في المنازل الجاري بناؤها، وهذا دلالة كبيرة على أن الاقتصاد الياباني بحاجة للتحفيز. أما الفرنك السويسري بعد مفاجأة البنك الوطني السويسري برفع الفائدة فهو يشهد ارتفاع مقابل سلة من العملات والتي منها أيضا اليورو، حيث رفع البنك الوطني السويسري على غير المتوقع الفائدة 50 نقطة أساس لتصبح الفائدة في سويسرا سالب 0.25%. هذا يدل بأن هنالك طلب تدفق إلى الفرنك السويسري كملاذ آمن بفعل التوترات الجيوسياسية، بفعل توقعات الركود في الاقتصاد العالمي بعدما رفع البنك الوطني السويسري الفائدة. نعم سركيس، يعني هذا الارتفاع في الفرنك السويسري مقابل اليورو أيضا يعني يبين بأن اليورو في حالة من التراجعات بشكل مستمر والضغوط الكبيرة، كيف تصف أداء اليورو منذ بداية تعاملات هذا العام وحتى النصف نهاية النصف الأول؟ بالفعل اليورو شهد ضغوط كبيرة جدا خلال النصف الأول من هذه السنة، انخفاض بنحو 8% مقابل الدولار الأمريكي. العديد من الظروف اجتمعت لتضغط على اليورو، والتي كان أهمها التوترات الجيوسياسية. نحن نعلم بأن اقتصاد منطقة اليورو تحديدا مرتبط وبشكل كبير تجاريا في روسيا وأوكرانيا، والتعثر في سلاسل التوريد والإمدادات، إلى جانب أن التوترات الجيوسياسية تسببت في ارتفاعات كبيرة في التضخم في منطقة اليورو، كلها أسباب دفعت اليورو للانخفاض، خصوصا وأن البنك المركزي الأوروبي متأخر جدا عن بنوك مركزية أخرى. البنك المركزي الأوروبي حتى هذه اللحظة يحتفظ بمعدلات فائدة صفرية، ورغم أن التوقعات تشير إلى أن البنك سيرفع الفائدة
الشهر المقبل، لكن هذا الرفع قد يكون متواضع ب 25 نقطة أساس. يوم أمس كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أشارت بأن البنك بالفعل يتوجه لتجديد السياسة النقدية، لكن أحس المستثمرون في حديثها بأنها قلقة جدا أيضا على النمو الاقتصادي، بالتالي التوقعات بأن تكون رفعات الفائدة في المركز الأوروبي قليلة مقارنة بما هي بالاحتياط الفدرالي الأمريكي، مما قد يبقي إجمالا على الضعف في اليورو مقابل الدولار الذي انخفض بالأصل ما بين تداولات أمس واليوم عند دولار وخمس سنتات إلى دولار وأربع سنتات أمريكية. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، كنت معنا، شكرا جزيلا.